بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العلي العظيم. كم مرة ورد اسم محمد في القرآن الكريم؟ أربع مرات. كم هو عدد المعصومين الذين يحملون من قبل الله سبحانه وتعالى اسم محمد؟ أربعة. سؤال آخر، كم هو عدد المعصومين الذين سماهم الله سبحانه وتعالى عليا؟ أربعة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام زين العابدين، الإمام الرضا، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سؤال آخر، كم مرة ورد هذا الاسم الشريف اسم علي صلوات الله عليه في القرآن الكريم تعبيرا عن مولانا أمير المؤمنين؟ تعلمون ورد اسم العلي، هذه الكلمة المقدسة، في القرآن الكريم مرات عديدة، وأريد بهذه الكلمة المقدسة رب العالمين عليه السلام. هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وردت هذه الكلمة اسما لله عز وجل في القرآن الكريم مرات عديدة، وفي أكثر هذه الموارد هذه الكلمة وردت مع الألف واللام، العلي. هذا ليس حديثنا، حديثنا عن عدد المرات التي الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم بكلمة علي، وأراد بهذه الكلمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كم مرة؟ لعلكم تستغربون،
لو قلت لكم أن هذه الكلمة المقدسة استعملت في القرآن الكريم وأريد بها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 4 مرات أيضا؟ ما هي الآيات التي وردت هذه الكلمة المقدسة فيها وأريد بها مولانا أمير المؤمنين؟ الآية الأولى، الآية المباركة التي الآيات المباركات التي بدأنا بها وتوجنا بها الحديث، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. ما هي أم الكتاب؟ سورة الحمد. من الذي ورد في سورة الحمد عليًا؟ اقرأوا سورة الحمد، هذه السورة كل يوم نقرأها على الأقل 10 مرات في الصلوات الواجبة. اهدنا الصراط المستقيم. راجعوا التفاسير، الروايات الشريفة الواردة في تفسير هذه الآية المباركة، وفي تفسير أنعمت عليهم في هذه السورة أيضا. من هو الصراط المستقيم؟ الروايات الشريفة تؤكد أنه علي وأولاد علي. وإنه في سورة الحمد، في أم الكتاب يعني في سورة الحمد. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذا المعنى ليس مني، أنا ليس من حقي أن أفسر القرآن الكريم، وإنما ورد في حديث شريف وارد عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه. أمس يوم عيد الغدير، لعل الكثير منكم صليتم صلاة عيد الغدير التي تصلى قبل أذان الفجر بنصف ساعة، قبل أذان الظهر قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا. بعد هذه الصلاة، وارد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، بعد الصلاة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ هذا الدعاء، ويذكر دعاء. في هذا الدعاء، مقطع من هذا الدعاء، الإمام عليه السلام يقول دعاء، حديث مع الله سبحانه وتعالى، مناجات مع الله. فأشهد، الإمام الصادق عليه السلام يقول في هذا الدعاء: فأشهد يا إلهي أنه، يعني أن أمير المؤمنين، فأشهد يا إلهي أنه الإمام الهادي والمرشد الرشيد علي أمير المؤمنين الذي ذكرته في كتابك فقلت وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه الآية الأولى التي وردت فيها هذه الكلمة المقدسة وأريد بها مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورد في الحديث الشريف عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه في تفسير كلمة نورا في هذه الآية المباركة: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من ومن المقصود من نورا؟ يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام: يعني عليا صلوات الله عليه. الآن لنأتي إلى الكلمة السابقة على نورا: ولكن جعلناه نورا. الهاء ضمير، الضمير يحتاج إلى مرجع. ما الذي ومن الذي وأية كلمة هي التي يرجع إليها ضمير جعلناه؟ الهاء. ولكن جعلناه نورا، نورا يعني عليا. من المقصود منه؟ إلى أية كلمة يرجع ضمير هاء؟ من الممكن كاحتمال بدوي أن يكون مرجع ضمير الهاء الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن جعلناه يعني جعلنا الوحي. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون مرجع الضمير هو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذان احتمالان، أن يكون مرجع الضمير الوحي أو الروح، ولكن هذان لا ينطبقان مع الروايات الشريفة من جهات عديدة. أولا: ولكن جعلناه نورا، نورا يعني علي صلوات الله عليه. الوحي غير علي، الوحي هو علي بن أبي طالب. وكذلك أوحينا إليك الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هو علي بن أبي طالب؟ له، الروح مخلوق أعظم من الملائكة، مخلوق من المخلوقات. ورد في روايات شريفة شيء من التوضيح عن الروح. أتحدثنا أتذكر قبل ربما أكثر من سنتين 3 سنوات عن معنى الروح، وتوصلنا إلى معنى لا أريد أن أعيد. مخلوق من المخلوقات، مخلوق عظيم جدا. أمير المؤمنين هو الروح؟ لا. الوحي هو أمير المؤمنين؟ لا. نورا، نورا يعني عليا صلوات الله عليه. جعلناه هو يعني من؟ ما الكلمة التي يرجع إليها الضمير؟ لا يمكن أن يكون المرجع الوحي أو حينا، ولا يمكن أن يكون المرجع الروح. لا يبقى إلا احتمال واحد فقط، أن يكون مرجع هذا الضمير في آخر الآية السابقة. إنه علي حكيم، ولكن جعلناه علي نورا، ونورا يعني علي. فإذن علي في الآية السابقة المراد منه هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هنا ملاحظة: أو يرسل رسولا، أمير المؤمنين رسول صلوات الله عليه. كلمة الرسول
معناها الاصطلاحي عند المسلمين النبي الذي أرسل إلى فئة من الناس، إلى كل الناس أو إلى مجموعة، له رسالة، شخص نبي أرسل إلى الناس، هذا يسمى رسول. ولكن في القرآن الكريم مرات عديدة، بل أقول كثيرة، هذه المادة، مادة الرسالة، استخدمت في معناها اللغوي. هناك تعبير في القرآن الكريم في أكثر من آية قرآنية عن بعض الملائكة برسل الله. الملائكة كانوا رسلا بالمعنى الاصطلاحي؟ لا. كانوا أنبياء لهم رسالة إلى الناس؟ لا. ولكن عبر عنهم بهذه المادة، مادة الرسالة، لأنه يأتي بشيء من قبل الله سبحانه وتعالى. توفته رسلنا، الملائكة التي تأتي لقبض الأرواح، الله عز وجل عبر عنها برسلنا. من الذي يتوفى الإنسان؟ من الواسطة؟ مجموعة من الملائكة. الله يعبر عن هذه الملائكة برسلنا. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رياح الرحمة، هذه الرسل بالمعنى الاصطلاحي؟ لا. آيات كثيرة كثيرة هذه المادة استعملت فيها لغير المعنى الاصطلاحي للرسول. من جملة هذه الآيات، هذه الآية التي قرأناها، هذه الآية قطعا المقصود من الرسول فيها ليس الرسول بمعنى النبي، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يعني من؟ يعني رسول بالمعنى الاصطلاحي؟ قطعا لا. العامة يقولون يعني الملائكة، الملائكة رسل من قبل الله. فإذن أمير المؤمنين ليس رسولا. نحن نقول إنه علي حكيم، يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين كان رسولا بالمعنى الاصطلاحي؟ لا. أمير المؤمنين ليس نبيا، ولكن بالمعنى اللغوي نعم، الملائكة الرسول. الشخص الذي أرسل إلى شيء هذا رسول. رياح الرحمة رسول. أمير المؤمنين بهذا المعنى رسول بالمعنى اللغوي؟ الجواب نعم، بالمعنى اللغوي رسول، له رسالة. هذه الرسالة ممن؟ من رسول الله. رسول الله جاء بهذه الرسالة، كلف أمير المؤمنين بهذه الرسالة من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. هذه الآية الثانية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعلناه نورا نهدي، نورا يعني عليا، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك، مصدر علي أنت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من الصراط المستقيم؟ الآن قلنا الصراط المستقيم علي وأولاده آل محمد كما في الأحاديث. أنت في يوم الغدير قلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
أنت هديت الناس إلى صراط مستقيم، إلى علي بن أبي طالب. الكلمة الثانية، كلمة علي في القرآن الكريم التي أريد بها حسب هذا الذي ذكرناه، أريد بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الآية القرآنية الثالثة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الآيات هذه تتحدث عن إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل كان في قمة درجات التوحيد، كان موحدا في قمة درجات الموحدين، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لأنه كان في هذه الدرجة من التوحيد. نحن، الله عز وجل يقول، أعطينا له نسلا مباركا عظيما. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. ذكر نسل إبراهيم، هذه الآية والآيات التالية تذكر نسل إبراهيم كنوع من العطاء لإبراهيم، لأنك كنت في هذا المستوى، نحن أيضا وهبناك أعطيناك. ما الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم؟ نسل إبراهيم من اثنين، تعلمون يعني له إبراهيم الخليل عليه وعلى النبي وعليه الصلاة والسلام، له نسل عظيم من ابنه إسحاق، وله نسل عظيم من ابنه إسماعيل. الله عز وجل يذكر النسلين المباركين. وهبنا له إسحاق ويعقوب، طبعا غير إسحاق ويعقوب أيضا كانوا في هذا النسل، يوسف أيضا كان، كثير من الأنبياء كانوا في نسل إسحاق، أنبياء بني إسرائيل كلهم من نسل إسحاق، موسى من نسل إسحاق، هارون من نسل إسحاق، كثير من أنبياء الله العظام من نسل إسحاق. الله عز وجل كمثال، كنموذج، ذكر نموذجين من هذا النسل المبارك لإبراهيم. هذا النسل الأول، هذا الشق الأول من نسل إبراهيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له نسل آخر. الله يذكر من هذا النسل نموذجين أيضا. وهبنا له نفس العبارة، وهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له من رحمتنا. من الذي كان رحمة من الله على العالمين؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبنا له من رحمتنا. رسول الله، الفرد الثاني، وجعلنا لهم لسان صدق. أعطينا لهم شخصا، هذا الشخص هو لسان صدق لهم.
من هو لسان الصدق إبراهيم؟ من هو لسان الصدق إسحاق؟ من هو لسان الصدق يعقوب؟ من هو لسان الصدق الأنبياء الذين كانوا في نسل إبراهيم؟ علي. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا المعنى أيضا ليس مني، ورد هذا المعنى في حديثين صحيحين. بسندين صحيحين، أحدهما السند بين الراوي والإمام شخص واحد، علي بن إبراهيم القمي. هذا الشخص في قمة الجلالة في الرواة، قل عنه ما شئت، هذا أهم شيوخ الكليني. من هو الكليني تعلمون؟ صاحب مؤلف كتاب جامع كتاب الكافي الشريف، أستاذه، أهم أساتذته، طبعا له شيوخ كثيرين، أهم شيوخه الذين يروي عنهم الكليني هو علي بن إبراهيم القمي، صاحب كتاب التفسير، تفسير القمي. هذا الشخص كان في أواخر زمن الإمام العسكري وبدايات الغيبة الصغرى، علي بن إبراهيم. يروي عن أبيه من؟ إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم من أصحاب الإمام العسكري ومن أصحاب الإمام الهادي عليهما الصلاة والسلام. لا أقول من أصحاب الإمامين العسكري والهادي، لا، من خيرة أصحاب الإمامين الهادي والعسكري، أيضا من الدرجة الأولى في العظمة. إبراهيم بن هاشم في قمة درجات الوثاقة. علي بن إبراهيم القمي يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. لا تجد في الروايات سند مثل هذا السند إلا نادرا. بين علي بن إبراهيم والإمام شخص واحد، من؟ إبراهيم بن هاشم، يذكر هذا المعنى. المقصود من رحمتنا هو رسول الله، هذا المعنى يذكره عن الإمام العسكري. والمقصود من وجعلنا لهم لسان صدق عليا هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم وآلهما. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. هذه الآية المباركة فيها قراءات، قراءة، القراءة الأولى هذه القراءة التي قرأتها الآن، قال هذا صراط علي مستقيم، قال يعني الله عز وجل قال، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأها بعض من القراء، لا أقول بعض من القراء الشيعة، لا، من القراء الأساسيين، القراء السبعة وممن بعدهم من القراء، وبعضهم أصلا ليسوا شيعة تعلمون. البعض من القراء قرأ هذه الآية قراءة ثانية، قرأ هكذا، قال هذا صراط علي مستقيم، هذه القراءة الثانية. القراءة الثالثة قال هذا صراط علي مستقيم. القراءة الثانية
قال هذا صراط. قبل أن أقرأ بقية الآية أمثل لكم بمثالين. هذا شخص، هذا الفقيه جعفر الأعظم، يعني ماذا؟ يعني هذا الفقيه الأعظم جعفر. ها مثال آخر، هذا البلد الكويت مثلا الطيب، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني هذا البلد الطيب الذي هو الكويت. هذه العبارات، هذا نوع جمال في التعبير يستخدم كثيرا كثيرا في اللغة العربية. هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا صراط مستقيم وهو علي. الصراط المستقيم هو علي. هذا قال الله عز وجل، هذا حسب هذه القراءة، قال هذا صراط علي وهذا الصراط مستقيم. قراءة أخرى، القراءة الثالثة، قال هذا صراط علي مستقيم. أسألكم، أوضح من هذه القراءة يعني تريد؟ تعلمون ماذا يقولون في القراءتين؟ القراءة موجودة، لا يمكن لهم أن ينكروا القراءة. تعلمون ماذا يقولون؟ يقولون يعني هذا صراط في القراءة الثانية، صراط علي بالتنوين والرفع، يقولون يعني هذا صراط عال مستقيم. في القراءة الثالثة ماذا يقولون؟ أيضا نفس المعنى، سبحان الله، قال هذا صراط علي مستقيم، يقولون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، يعني الصراط العالي. لا، غلط، خطأ، تفسير باطل لهذه القراءة. القراءة هكذا، أنت تفسر القراءة بشيء باطل، بشيء غير صحيح. أولا، بعض التابعين، وتعلمون مكانة التابعين عند الجماعة، ومن أعظمهم الحسن البصري، سمعتم هذا الاسم. هذا الإنسان طبعا كان منحرفا عن أمير المؤمنين، والفضل ما شهدت به الأعداء. الحسن البصري كلماته مع أمير المؤمنين كلمات شديدة جدا، مواقفه ضد أمير المؤمنين مواقف شديدة جدا. مرة نصحه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ صورة غير صحيحة، فقال له أمير المؤمنين مضمون القضية، قال له يا حسن البصري أسبغ الوضوء. فقال لأمير المؤمنين، لاحظوا الوقاحة أجلكم الله، فقال لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنت الذي قتلت من كان يسبغ الوضوء في جمل، أنت تنصحني أن أسبغ الوضوء؟ أنت علي بن أبي طالب، أنت قتلت من كان يسبغ الوضوء في حرب جمل؟ فقال له أمير المؤمنين، مضمون القصة أنقلها لكم، قال له أمير المؤمنين، أنت كنت تعلم أن جيش عائشة هو على حق؟ قال نعم، ما ترددت في ذلك. قال إذا كان جيش عائشة على حق لماذا أنت ما ذهبت؟ سبحان الله، رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، هو يقول لا، الذين حاربوا أمير المؤمنين هم كانوا على حق. قال له أمير المؤمنين، إذا كان جيش عائشة على حق لماذا ما ذهبت معهم؟ قال ما ترددت في أنهم على حق،
واغتسلته. سبحان الله، يريد أن يقاتل علي بن أبي طالب، يذهب يغتسل. الدين بدون علي بن أبي طالب ليس دينا، ليس كاملا. هو يريد أن يقاتل عليا، قال ذهبت واغتسلت لأذهب وألتحق بجيش عائشة، فسمعت نداء قال لي لا تذهب يا حسن البصري، فإن القاتل والمقتول في النار. رجعت. فاليوم الثاني أيضا اغتسلت لأذهب إلى جيش عائشة، ألتحق بجيش عائشة، فسمعت النداء أيضا مرة ثانية، قال لي يا حسن البصري لا تذهب، فإن القاتل والمقتول في النار. أنا رجعت. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال له نعم، ذاك أخوك إبليس، وكلامه في هذا المورد صحيح، لأنك إذا ذهبت إلى ذلك الجيش فإن كنت قاتلا فأنت في النار، وإن كنت مقتولا فأنت في النار. هذا الحسن البصري، وقضاياه كثيرة ضد أمير المؤمنين، مواقفه مواقف شديدة ضد أمير المؤمنين. الحسن البصري هذا الشخص ليس شيعيا، لا تقول الشيعة يقول، لا الحسن البصري يقول، قرأ هذه الآية هكذا، هذا صراط علي أو صراط علي، أنا الآن لا أتذكر، إما القراءة الثانية أو الثالث، مستقيم. فسئل ما المقصود من هذا؟ قال هذا صراط علي بن أبي طالب. هو يقول صراط علي بن أبي طالب، هو الحسن البصري، وأنت تلف وتدور. هذا المعنى ورد في كتاب الكافي الشريف في حديث عن الإمام الباقر أو الصادق عليهم الصلاة والسلام. هذا المعنى ورد في كتاب العياشي، تفسير العياشي، عن عبد الله بن أبي جعفر ابن الإمام الباقر، عن أخيه الإمام الباقر، عن قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال هو أمير المؤمنين. في شواهد التنزيل، هذا كتاب لأحد علماء العامة طبعا، للحاكم الحسكاني، المجلد الأول صفحة 78، عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، عن هذه الآية قال الإمام عليه السلام صراط علي بن أبي طالب. أنا أتساءل منكم سؤالا أخيرا، بالله عليكم، لو بدل اسم أمير المؤمنين كان أي اسم آخر كانوا يأولون هذه التأويل؟ اسم جماعتهم لو كان في القرآن الكريم، لأن أسماء أولئك أيضا لها معاني لغوية، كانوا يأولون بأن المقصود المعنى اللغوي لهذا الاسم؟ لو أقول، لو وردت مثلا كمثال أقول، لو أتساءل، لو وردت كلمة عائشة في القرآن الكريم كانوا يقولون المقصود يعني المرأة التي تعيش، لأن معنى عائشة هذا، المرأة التي تعيش، المرأة التي عاشت، كانوا يأولون هكذا. لو وردت كلمة عمر كمثال في القرآن الكريم، عمر له معنى الذي يعمر، أول هذه الكلمة بهذه التأويل؟ كلمة علي بهذا الوضوح ورد، لا المقصود يعني المعنى اللغوي لشيء، يعني العالي. في الأشباه والنظائر أيضا كانوا يصنعون هكذا، كلمة علي. هذا طبعا هذه الآية الرابعة التي ذكرناها، هناك آية أخرى الأمر يدور بينهما، لا أريد أن أتعرض لهذا التفصيل ربما في وقت آخر. أربعة من المعصومين اسمهم محمد، صلوا على محمد وآله. و
4 مرات ورد هذا الاسم الشريف تعبيرا عن رسول الله. 4 من المعصومين اسمهم علي. وأربع مرات ورد هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم تعبيرا عن أمير المؤمنين. هذا مصداق من مصاديق آية المباهلة: وأنفسنا علي نفس رسول الله. نفس رسول الله يعني ماذا؟ يعني الله يتعامل مع علي كما يتعامل مع رسول الله. الله عز وجل سمى 4 من المعصومين باسم رسول الله، بهذا الاسم المقدس، باسم محمد. والله ذكر 4 مرات هذا الاسم. الله سمى أسماء أهل البيت، تعلمون هي من الله سبحانه وتعالى في حديث لوح فاطمة، هذا الحديث حديث قدسي أنزله جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى. 4 من المعصومين سماهم عليا صلوات الله عليهم، وأربع مرات ذكر هذا الاسم الشريف بعنوان أمير المؤمنين في كتابه. وللحديث صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد بهذه الأيام المباركة، ونحن لازلنا في أيام عيد الغدير. أيام عيد الغدير 3 أيام، نحن في اليوم الثاني من أيام عيد الغدير، هذا العيد المبارك. نسأل الله بفرحة أهل البيت في هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا لاتباع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نبارك لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات هذه الأيام السعيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات محمد وآل محمد في هذه الأيام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.